ليش هالألم؟ ليش أرضنا لازم تسمى أرض الغربة، أرض الدموع؟ لماذا الصليب يا رب؟ تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، أمين. كثيرون هم أعداء الصليب الذي نهايتهم الهلاك، الذين كما يقول القديس بولس الرسول إلههم بطنهم، الذين ارتدوا وتأثروا بفلسفات هذه الدنيا وإلحادها، إلههم بطنهم، يقدمون العبادة للبطن. ما تفتكروا أنه عم يحكي عن ناس غربة، عم يحكي عن ناس منا كمان، إن شاء الله ما منكون هيك. يسهرون من أجل بطنهم، يقاتلون الناس من أجل بطنهم، تتأجج الأهواء فيهم من أجل بطنهم، يقتلون من أجل بطنهم، يهدمون الأعراف والقيم من أجل بطنهم، يكسرون القوانين من أجل بطنهم، لا أدب عندهم ولا حشمة ولا أخلاق من أجل بطنهم، يبيعون المفاسد من أجل بطنهم، يتشكون ويعترضون من أجل بطنهم، يميتون شعوبهم من أجل بطنهم، يسحقون الناس من أجل بطنهم، وأصحاب المنافع يصلبون ولا يريدون أن يصلبوا ذواتهم من أجل الإله، يصممون الموت بعد أن خلقوا للحياة، يصنعون صلبانا لبعضهم البعض، مجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات، يتخاصمون ويحبون الالتصاق بالأرض. أما أنتم، أما نحن، فسيرتنا هي في السماوات، يقول الرسول بولس، التي منها أيضا ننتظر مخلصا، وهو الرب يسوع المسيح، الذي حتما بالصليب سيغير جسد تواضعنا هذا المنسحق لنكون على صورة مجده. هكذا قيل وهكذا نؤمن. المسيح الرب شاهده الآب. اسمعوا شو بيقولوا الآباء القديسين، شو هالاستقامة هيدي، شو هالاستقامة، ما في منا بدنيا الأرض هيدي، الناس تايهة تايهة. المسيح الإله يقول ماكسيموس، شاهده الآب مذبوحا قبل إنشاء العالم، أي مهيئا لإعطائنا الحياة بالحب من على الصليب. صعب شوي لنفسرها شوي آهيا، أي أن الإله العلي أدرك بسابق معرفته أن الأحرار الذين خلقوا على هذه الأرض سيتوهون عن الحق ويصلبون، ولكنه هو قرر أن يأتي إلينا لكي يرفع عنا مصلوبيتنا، لكي يتماهى معنا، لكي يقبل هذا الضعف عنا يلي نحن مش مسؤولين عنه. يا ما ناس بتصلبنا، يا ما ناس بتهددنا، يا ما ناس بتكسرنا، يا ما ناس بتفقرنا، يا ما ناس بتطلع الدولار عنا، يا ما ناس بتجوعنا، هذه مصلوبية. ولكن رغم هذا كله المسيح ارتضى هذه المصلوبية لكي يرفعنا إلى قامة القيامة، عالما تماما أن الآلام الحاضرة لا تقاس بالمجد العتيد الذي سيعلن فينا إطلاقا، لأننا نحن معرفتنا للمسيح بعد التجربة أقوى وبكثير من معرفتنا قبل التجربة، لأن الإنسان في التجربة يعرف كيف يستسلم لهذا الإله، يعرف كيف يقبل على ذاته الصليب إن كان لابد منه، إذا بيقدر يكسر الصليب خلي يكسره،
مشان ما تفهموا غلط، مش صليب المسيح يكسر صليب الألم، هذا من حقنا ومن واجبنا، ولكن إن أتى ولا حول ولا قوة يجب أن نحمله لكي يقودنا إلى القوة الحقيقية. فيني أنهي الوعظة هون أقول آمين، ولكن بدي أحكي لكم قصة. قال في مرة راهب ناسك متعبد لله عم يكزدر وعم يصلي بهالحديقة تبع هالدير، عم يصلي لأله ولغيره لكل الناس يرفع التماجيد لله، ولكن إجا سؤال على خاطره مثل ما كلنا بتجي نفس السؤال، يا رب ليش في كل هالألم؟ ليش في كل هالضيق؟ ليش في كل هالمرض؟ ليش هالحروب؟ ليش هالزلازل؟ ليش هالظلام؟ ليش هالألم؟ ليش أرضنا لازم تسمى أرض الغربة؟ أرض الدموع؟ لماذا الصليب يا رب؟ لماذا البكاء؟ وهو متحير هيك في نفسه عم تسأل ويسأل ويسأل إنه ضروري يا رب حتى أوصل لملكوت السماوات اتمسمر. والله البخويش صعب يا جماعة. وإذا به بهالمعمعة يشده منظر فراشة، هلا رح تفهموا كل الوعظة. فراشة عم تجاهد تطلع من الشرنقة تبعها، بدها تطلع عم تكافح ولكنها ما عم تقدر. فإذا به برق قلبه بسمير عليها وبيجيب مقص هيك بقص هاللي بنسميه نحن الحرير، ما هيك هالحرير هيك، وبيفتح لها منفذ أكتر ويطلقها للحياة. بتطلع بيشوفها هيك ولكنها لم تصمد، ماتت للتو. وفهم حينها تماما انه هو حاول يخلصها قبل اوانه، يمكن كان لازم تمرق بهالصعوبات حتى تطلع من الشرنقة. شوفوا قدرة الله وعظمته قديش حلوة. قال هيدي الفراشة اللي بيدرسوا بيعلمونا انه بتكون ناصحة بقلب الشرنقة ما بتقدر تطلع، وريش جوانحها بيكون كثير ضعيف، ولكن في المصارعة لكي تخرج بتعرق. بس تعرق بصير يطلع من جسمها المي الزايد يلي هي عم تصارع تتألم مثل كل واحد منا يتألم في هذه الدنيا، ومفتكرين انه لازم نطلع مباشرة. ولكن هذا الصراع بعد ما بتزم هذه الفراشة المخلوقة من الله، هالمي هالرطوبة يلي بتكون فيها تسيل لوين؟ على جوانحها. وجوانحها قدرتك يا رب ما بينمو إطلاقا إلا على هالنوع من السائل يلي بيخرج من جسمها. وقتها بتصارع وبيخرج هذا السائل من جسمها بيقوى عضلاتها، وحينها تستطيع أن تخرج لكي تواجه الدنيا برمتها. هذا أنت أيها الإنسان، هذا أنا. كل منا قد يوقع عليه حكم الصلب، ولكن عليك أن تصارع لكي يخرج منك ما هو نفاية الدنيا لكي تستطيع أن تحلق إلى الملكوت. آمين يا رب.